الجمال دين السماحة والإجابة والسؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. الحج أشهر معلومات، لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. إذا أقبلت على الكعبة تركت الدنيا وراءك، فلا شيء بعد مجاورة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شيء بعد القرب من الله. النهاردة هنتكلم عن حج بيت الله الحرام مع فضيلة الشيخ محمد فهيم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، نورتنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم. احنا اقبلنا خلاص على ايام الحج وعلى عيد الاضحى، وعارفين كلنا الناس بتبقى محتاجه بقى فتوى ومحتاجه تتعرف اكتر على مناسك الحج. تمام. وعلى اداء السلوك بقى، سلوك هيبقى ازاي في الحج. فحضرتك مبدئيا هتعرفنا على الحج. الحج ليه اوقات؟ اوقات الحج بتبقى امتى؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الحج وكفى بها نعمة، ونسأل الله أن يرزق الجميع حج بيت الله الحرام. فإن الحج له وقت حدده الله عز وجل، فقال الحج أشهر معلومات. فالأشهر المعلومات هذه هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، ثلاث أشهر حددها الله عز وجل في كتابه. فإذا أراد الإنسان الحج فليعني يتجهز في هذه الأشهر، والله تعالى أعلم. على من يجب الحج بقى؟ أحسنتي، سؤال جميل. الحج يجب على المسلم العاقل البالغ المستطيع، ويزاد في حق المرأة الرفقة الصالحة أو يكون معها محرم من محارمها. فعلى المسلم، يعني لا يجب على الكافر. فإذا كان الإنسان كافرا بالله جل وعلا وذهب إلى حج بيت الله الحرام، يعني جاب ورق وزور في أوراق رسمية ثم ذهب وهو كافر بالله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل منه. لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام. فعلى المسلم العاقل، يبقى المجنون يبقى معلوش إيه؟ معلوش حج. لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. تمام. فبقى على المسلم العاقل البالغ. يبقى على الصبي ما فيهوش. تمام. الصبي، ولو ادى الصبي فريضه الحج مع والديه، هل يقبل او يكتب له حج ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لازم لما يكبر يؤديها مره اخرى. لما قابل وفدا صلى الله عليه وسلم فرفعت امراه صبيا لها وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك الاجر. نعم. نعم ولك الايه؟ ولك الاجر. يعني هو حجه مقبول لو نعم. استطاع، لو كان يميز يقدر ينوي، يقدر يعني يبقى معانا في المناسك، يتحرك بتحرك الناس الكبار، ما فيش مشكله. فمقبول حجه وفي ميزان حسنات والديه، لكنها لا تسقط عنه حجه الاسلام لانه لم يبلغ بعد. تمام. تمام. فاذا كان الصبي لا يستطيع ان يعني يطوف ويسعى كما يسعى الكبير، ممكن ابوه او والدته ممكن يشيروا على ايه؟ على كتفه وتكتب له. وتكتب له ويسقط عنه فرضية الحج. لو كان لا يميز يعني مثلا 3 سنين 4 سنين، ما طبعا ما يعرفش يعني ايه وكده، ممكن ينوي عنه والديه. نعم. وتسقط اذا بقى فرضية الحج، ما يبقاش عليه مرض هذا اخرى الصبي ان يؤديها. لا تسقط عنه. نعم. لا تسقط عنه. هو الفكره كلها حضرتك، انا لو خدت ابني معايا طبعا هدفع له تذكره طيران، هدفع له مكان اكل شرب مصاريف. تمام. كل دوت. انا بتكلم حضرتك اللي هو لو هو صبي وادى فريضه الحج مع والديه، انا واخده معايا. تسقط عنه الفريضه ولا عليه مره اخرى ان يؤديها؟ لا تسقط عنه، عليه ان يؤديها لما يبلغ الحلم. تمام. اما بالنسبه للحج بتاعه، حجه مقبول ان شاء الله عز وجل وفي ميزان حسنات والديه. نعم. ياخذ اجرها. تمام. هنتكلم يبقى على المسلم معايا حضرتك. نعم. على المسلم العاقل العاقل البالغ. نعم. المستطيع. الاستطاعه هنا استطاعه بدنيه وماديه. يعني طبعا. واحد مريض مش قادر ومعاه فلوس. نعم. لو كان المرض ده مرض مزمن، نسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. لو كان المرض ده مرض مزمن يبقى ينيب عنه من يحج عنه.
ونيب عنه من يحج عنه، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في الحج يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي في الله. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. تمام؟ إذن لابد أن يحج الحج. لو نوب حد نعم عنه لازم يكون الإنسان ده حج قبل ذلك، يعني سبق له الحج. الحج فإذا تمام. فهنا استطاعة بدنية واستطاعة مادية. طيب واحد ما معهوش فلوس لكن عنده صحة يقدر يروح، لكن معهوش فلوس مش قادر يروح، يعني هنا الراحلة سقطت الاستطاعة، سقطت عنه، فالله عز وجل لن يسأله بإذن الله عز وجل. هنتكلم برضو على من يجب عليه الحج، ولكن معنا اتصال من أنور. اتفضل يا أستاذ أنور. ألو. أهلا بحضرتك، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت اسمعنا من التليفون، بعد وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. محمد. ألو. أيوة يا فندم، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو، السلام عليكم. يا فندم بسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون، اقفل التلفزيون بعد اذنك. ماشي يا فندم، سامع حضرتك. ماشي، اتفضل يا فندم، احنا سامعينك. فضيلة الشيخ، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا معايا ست بنات وولد. ما شاء الله. لو تيسر الحال، فيهم اتنين لسه ما اتزوجوش والطفل لسه صغير. لو متيسر الحال يعني في الوقت الحالي، على ان مثلا معيشتي ممكن اسيب لهم اللي هو جوتهم يومهم، ممكن ان انا اطلع حج او لازم استنى لما البنات تتزوج؟ زوج بناتك اولا. نعم. ستر البنات، ستر البنات هو اولى من حج بيت الله. وده فرض. هو فرض، لكن العلماء اختلفوا فيه على انه اما على التراخي او على الفور، وده سؤال هيبقى معانا ان شاء الله. يمكن احنا ممكن نوضحه باذن الرحمن. اشكرك يا استاذ انور على سؤالك. هو انا كنت عايزه اكلم حضرتك على السؤال ده. الناس بيبقى معاها فلوس او مبلغ معين يعني محوشاه وعايزه تطلع بيه الحج، ممكن يكون في الاسره حد محتاج للفلوس دي، سواء زي ما المتصل قايل ان هو عنده بنات عايز يزوجهم، او في حد قريب ليه محتاج مساعده، او لا فقير، في حد قريب برضو عايز يتزوج، مش لازم يكون من بناته أو من أولاده. فهنا بقى الحج يبقى فرض؟ لا، يؤدي الحج ولا لا؟ الأولى يعمل إيه في الحج؟ لو أنا شاب وعايز أتجوز. نعم. ولا أروح أذهب إلى الحج؟ أتزوج أولا. نعم. لو أنا راجل كبير وعندي أولاد وبنات زي ما الأستاذ أنور سأل، يبقى يزوج بناته أولى من حج بيت الله الحرام. لأن الله رحيم وعالم بعباده سبحانه وتعالى. نعم. فهو يعني يستر بناته أولا، ثم بعد ذلك يعني ييسر الله عز وجل له الحج بعد ذلك. الأمور فيحج. تمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هناك أحد في العائلة يحتاج إلى هذا المال فهو أولى أيضا. تمام. الله أعلم. طيب لو برضو سألت حضرتك، يعني حكم الناس اللي بيبقى معها فلوس كل سنة بتطلع تحج كل سنة، وبرضو في أسرتها حد فقير، حد محتاج للمساعدة، تمام. سواء سؤال كويس. بمرض أو عوز أو حاجة من الفقر. يعني أعتقد إيه؟ أن نفس السؤال يصب في نفس السؤال بتاع الأستاذ أنور برضو، اللي هو هل أنا أحج ولا كل سنة زي ما حضرتك بتقولي، ولا مثلا أساعد الناس؟ لا، أنا أعرف شخصيا على فكرة ناس فعلا بتطلع كل سنة تحج أو تعمل عمرة، مش لازم حج، بتعمل عمرة. تمام. كل سنة، مع ان فعلا في اسرتهم حد فقير، حد مسكين، حد محتاج يتزوج، حد مريض ومحتاج والله اعرف ناس كل سنه بتطلع تحج، وعندها ناس مرضى محتاجه للعلاج ومش بتعالجها، لا بتفضل ان هي تعمل عمره او الحج يعني الحج يجب على المسلم مره واحده في العمر. نعم. فاذا تكررت فان بعد ذلك يكون نافله وليس ايه وليس فرضا عليه. فالنوافل اللي بيعملها ديت في حاجات يعني اولى منها، وهو مساعده الاخرين، السعي على الامله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الواحد اللي بيساعد واحدة مسكينة أو واحدة أرملة أو يتامى فإنه يجاهد في سبيل الله عز وجل. فهو بذلك يعني يفعل الأولى والأفضل عند الله عز وجل. مساعدة الآخرين، مساعدة الآخرين ده عايز حلقات مع حضرتك، لأن مساعدة الناس دي يعني من أهم نقطة في الدين، في دين الله عز وجل. تمام. يعني إذن لا، مش شرط عليا أو فرض عليا إن أنا كل سنة، خلاص هي مرة واحدة اللي ربنا أمرني بيها. تمام. مش كل سنة. تمام. إن أنا أطلع الحج أو أطلع عمرة. طالما في مجتمعي، مش لازم يكون حتى قريب، طالما في مجتمع حد محتاج للفلوس اللي معايا ممكن أساعده بيها، هم أولى. فعلى ما أعتقد إن دي أجرها عند الله أكبر من إن أولى أنت تطلع تعمل أولى عمرة عند الله عز وجل كل سنة. أولى عند الله عز وجل من حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام هو مش محتاج لك أنت،
يعني غيرك ملايين من لا ده في البشر ناس بتاخدها على انها تذهب، فسحه كمان، مش ناس بتطلع وده على ان الخطأ، ده فرض. وده الخطأ، يعني ده انا عايزه اقول الخطأ. لك، ناس مقصره في الصلاه، ناس مقصره في صله الارحام، ناس مقصره في حق الجيره، ومع ذلك كل سنه بتطلع تعمل عمره او تطلع تحج كل سنه. طب ما الاولى ان الدين معامله، ان انت تعامل هو الناس انا عايز معامله اقول حسنه. لحضرتك حاجه، وممكن برضو ربنا عز وجل موسع عليهم بحيث ان هو يقدر يطلع زكاه ماله، بيطلع صدقات، ويقول لك ما فيش معنى ان انا اعمل عمره ما تمنعنيش، انا مش بمنعك، ما فيش مشكله في الحاله ديت لو انت بتطلع ما اوجب الله عز وجل عليك، زي مثلا الزكاه، زي مثلا صدقات، بيساعد بس برضو في بطريق غير مباشر، مش شرط الشخص اللي انت تعرفيه، تمام، او الناس اللي تعرفيهم، ممكن يكون بيساعد ناس تانيين في الحاله ديت لو كان هو بيعمل الخير ده لا باس، لكن احنا بنقول له اولى واحسن ان غيرهم ايضا محتاجين لهذه الايه؟ لهذه المساعده. تمام، احنا نكمل بقى سؤالنا على من يجب الحج. على من يجب الحج؟ نعم. على المسلم العاقل البالغ المستطيع. وصلنا عند اللي معاه فلوس او اللي مش معاه فلوس لكن عنده صحه، في الحاله دي في حكمه الحاله ديت ليس عليه الحج، لسه عليه، يسقط عنه خلاص، الحج. هو لابد ان يكون يعني يتوفر فيها امران، الصحه والراحله اللي هي الاموال، يقدر يعني يوصل يعني الزاد اللي يوصله لغايه هناك. تمام، لما نيجي نتكلم بقى عن أدلة الحج من القرآن والسنة. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، ويقول سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، نعم. وفي سورة آل عمران يقول عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس هو فرضه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والله عز وجل يقول لنبيه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فده دي أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية طبعا الكثير والكثير. نعم، لما اجي بقى اتكلم على الفوائد التي تعود على الحاج. والله يا استاذه ان الفوائد كتير جدا، يا رب يرزقنا واياك اللهم والمسلمين امين جميعا حج بيت الله الحرام، اللهم فاسمعي امين، سمعت الخير، والمسلمين كلهم يسمعوا، والناس اللي ربنا من عليها بالحج هذا العام يعني يشكر الله عز وجل، ومن من الله عليهم باعوام ماضيه فيشكر الله عز وجل، لان الحج نعمه من الله عز وجل. حينما نادى ابراهيم عليه السلام فقال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فلبت هذه الأرواح كلها وهي في صلب الآباء، يعني قبل ما يجوا للدنيا لبوا وقالوا لبيك اللهم لبيك. فإيه بقى الفوائد اللي هتعود عليهم؟ أولا تكفير الذنوب. اسمعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني جاي كده ايه يعني ناصعا، ما فيش اي عنده اي ذنب. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته ايه امه. وفي روايه عند الامام مسلم من اتى هذا البيت حاجا او معتمرا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. الحديث ده اشمل من الحديث الايه السابق اللي هو من حج، لان الاولاني بيتكلم عن الحج فقط، اما ده بيتكلم عن الحج والعمره عامة. يعني تمام. من أتى هذا البيت حاجا أو معتمرا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. في بقى طبعا فيه بالزبط. لا ده فيه فوائد كتير، اسمعي فوائد يعني، بقى بس معايا اتصال هاخده الأول وارجع نكمل. طيب سؤالنا، اتفضلي يا أستاذة فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أشوف حضرتك في حاجة. اتفضلي. أنا كنت مخطوبة وأنا بنت. تمام. ماشي؟ وكان الخطبة دي كنت مجريها فتحتي، وكان جاي لي حلق. مسبوكة بيه. وبعد كده طبعًا جت الخطوبة اتفسخت، فالحلق ده خده والدي ووالدتي. تمام. مش عودوه لإيه؟ للعريس. فجت والدتي توفت ووالدي توفى. هل الحلق ده والدتي ووالدي هيتحاسبوا عليه؟ طيب هجاوبك حاضر ان شاء الله. ام هيبقى انا عايزه حضرتك تجاوبني على السؤال. وهل انا لو ربنا مسحها عليا وحبيت ارد الحلق ده، هل انا المفروض ان انا اشيل يعني في الحلق ده؟ حاضر حاضر هجاوب حضرتك. حاضر ان شاء الله. طيب تمام، شكرا يا استاذه فاطمه على سؤالك. هو لو كان يعني بص هو مش هو خارج الحلقه بس
بس الحلق دخل في الحلقة يعني. لو كان هو الخطيب هو اللي ساب، هو بالظبط. اللي ساب طبعا، هو جرح البنت ودخل البيت وقالوا فلان خطف فلانة، في الحالة ديت بياخدوا منه الحلق الهدايا ما بتاعها ترجعش. والذهب والحاجة ديت وما بترجعش، فما فيش مشكلة يا أستاذة فاطمة لو كان هو الخطيب دوت هو اللي سابك، لكن لو أنت اللي سبتيه عشان خاطر قلت لا ده فقير ومش عارف يعيشني وكذا وكذا وكذا، ففي الحالة ديت يبقى واجب عليك إن أنت تردي له هذا الشيء. وان شاء الله والدك ووالدتك ما فيش مشكله عليهم طالما ان انت بتفكري في الخير باذن الرحمن الرحيم. نعم، نرجع، ولكن لازم تفرق ما بين يعني اذا كان هو اللي طرق ام هي اللي ما انا بقولها اهو، لو كان هو اللي طرق تبقى ايه من حقها، لو هي اللي تركته يبقى هو من حقه، بس تمام. معادله سهله يعني مش صعبه. تمام، هنرجع نكمل فوائد. الفوائد يا استاذه، دخول الجنه، حد يعني عايز حاجه بعد كده؟ دخول الجنه، اسمعي الى رسول الله عليه السلام. الحديث رواه الامام البخاري والامام مسلم والنسائي ورواه ابن ماجه. قال المصطفى عليه الصلاه والسلام، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان المصطفى عليه السلام قال: العمره الى العمره مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الا الجنه، ملوش جزاء الا الجنه بس. فعشان خاطر الواحد يعني يوصل للجنه، هذه عرضها السماوات والارض، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فحج بيت الله الحرام بيوصلهم لكده. عشان كده النماذج اللي حضرتك بتقول عليها ان هم بيحجوا وهم بيحاولوا ان هم يوصلوا لهذه الاشياء، لكن احنا بنقول لهم مساعده الناس، طالما ان انت حجيت بيت الله الحرام مساعده الناس اولى. تمام. من الاشياء ايضا من الفوائد اللي هتعود على الحج ان الله عز وجل ينفي عنه الفقر والذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان يعني هو الواحد بيبقى يفكر يا ده انا هدفع 100,000 جنيه، ده انا هدفع 150، ده انا هدفع 80، ده انا هدفع كذا الاف الجنيهات، فهبقى فقير بعدها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند الترمذي والنسائي ربنا بيعوضه. هيعوضه، ينفيان الفقر والذنوب. الحج جهاد في سبيل الله. ما شاء الله. قالت عائشة: يا رسول الله، والحديث عند البخاري، يا رسول الله، نرى الجهاد افضل العمل او افضل الاعمال في 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 دين الله عز وجل، نرى الجهاد افضل الاعمال، افلا نجاهد؟ احنا ستات عايزين نجاهد. قال: لكنا افضل الجهاد حج مبرور. ده حج، ما احنا لينا سؤال بقى عن حج المرأة وشروط حج المرأة. طيب نخليها. طيب، نرى الجهاد في افضل الاعمال، افلا نحج؟ قال: لكنا او لكنا حج مبرور. ده يعدل الايه؟ الجهاد في سبيل الله عز وجل. في رواية عند الامام احمد والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: جهادك حج الحج والعمرة. قال لها كده: جهادك الحج والعمرة. الحجاج في ضمان الله، الحجاج دول كلهم في ضمان الله، ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا إلى بيت الله. صححه الإمام الألباني في سلسلة الصحيحة برقم 600. تمام. الحجاج وفد الله عز وجل، دول ضيوف الرحمن. تمام، ضيوف الرحمن. عن جابر رضي الله عنه وارضاه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم سبحانه جل في علاه. بل الحج أفضل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ أفضل عمل إيه؟ قال: إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. ده أي أفضل الأعمال عند الله عز وجل. دايما برضو في ناس بتسأل: من مات وعليه فريضة الحج، هل تسقط عليه أم يؤديها عنه غيره؟ إذا مات الإنسان وعليه حج، يكون هو كان قادر لكن عمال يسوف، يقول السنة الجاية، السنة اللي بعديها، طب السنة دي هنروح مصيف وبعدين نفكر في الحج، وثم مات، يبقى قبل أن توزع التركة يبقى يؤخذ على جنب كده الحج، نصيب الحج. والله الحج دلوقتي بيتكلف كذا، يبقى في الحالة دي حد من الأولاد يكون حج قبل ذلك، أو حد من المسلمين القريبين أو غير القريبين يحج عن هذا الرجل، لأنه دين الله أولى. دين الله أولى. قالت امرأة من جهينة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج بيت الله الحرام وماتت. هي ماتت، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: حجي عن أمك، حجي عن أمك. أفلا رأيت أو ألا ترين لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اقضوا فدين الله أولى.
نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سؤال بقى، متى يكون الحج مبرورا؟ ولكن هتجاوبنا على السؤال ده بعد الاتصال. اتفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. شيخ محمد بعد إذنك، كل سنة طيبين. الأول حضرتك طيب. حضرتك يعني نستحلفك بالله تعمل حلقة عن التوريث وظلم الأخ الأكبر دايما لأخوه الصغير لما أبوه وأمه يموتوا. نستأذنك يعني، وتحدد يعني ايه حجه الشرعي بعد اذنك. حاضر يا فندم. في ناس كتير يعني راجع عن دينها، وفي ناس كتير بتظلم الاخ الكبير دايما، وعندنا في الصعيد دايما الاخ الكبير بيظلم اخوه الصغير. فبالله عليك يعني الحاجات دي عايزين تحس الناس عليها، وما ينفعش يعني ان الناس يعني اللي زي حضرتك ما يتكلموش في الحاجات دي. ابشر. حاضر. معلش هو بره الحلقه خالص، فاستاذنك معلش يا حبيبي. ماشي يا فندم، شكرا على سؤال حضرتك او على اتصالك. هنرجع تاني، ومتى يكون الحج مبرورا؟ ان تكون النفقه من المال الحلال، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ان تكون النفقه ايه؟ من المال الحلال. ما يبقاش انسان نصاب ويروح يقول لبيك اللهم لبيك، يبقى حجه مأزور وليس مبرور. نعم. لا يقبل الله عز وجل منه. ان يكون فيه اخلاص لله، ما يبقاش عشان الحج فلان راح، الحج فلان جه، راح الحج وجه، فبنقول له ازيك يا عم احمد؟ قال عم اياد يا ابن عمي، امال حجيت ليه؟ يعني انت بتحج عشان نقول لك حاج احمد؟ فهو حج عشان خاطر يقال له الحج فلان. نعم. فالاخلاص لله عز وجل ديت نقطه اساسيه بعد مساله الايه؟ المال الحلال. اجتناب افعال التي يعني تنافي الحج. يعني يجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج. والجدال في الحج، يجتنب الرفث، الكلام الفاحش والفسوق، طبعا هو يعني يتكلم بكلام لا يليق، والجدال بدون فائدة. حتى لو كان بفائدة يبقى المفترض أنه يلحد إيه؟ يتجنب، لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. برضو لما أرجع وأتكلم عن الحج ده، المفروض يأتي إمتى؟ بعد ما أدي فرائض الله جميعها، يعني وأبقى إن أنا يعني بعامل الناس معاملة كما أمرني الله بها وكما أمرني الدين إن أنا أعامل غيري بها، ولا لا مش مهم ان انا ابقى كويس او ابقى ملتزم او بصلي او بصوم او الى غير ذلك من الشرائع والعبادات التي يجب علي ان اؤديها، وان انا لا انا معايا فلوس فمتى يعني نويت ان احج فانا هطلع احج بقى، ولا لازم بقى ان انا يعني انظف من نفسي وانظف من اخلاق الاول؟ البخاري طبعا الحج، طبعا المسلمين منذ ان فرض الله عليهم الحج اتفقوا على ان الحج فرض على المسلم. تمام. لكن هذه الفريضة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها عند البخاري عن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس، يعني أسس الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فهو يعني هو ركن من أركان الإسلام. لو الإنسان عنده معاصي ما فيش مشكلة ان هو برضو يذهب الى حج بيت الله الحرام، انما يعني ليه؟ لان دي فريضة افترضها الله عز وجل عليه فيفعلها، وبالنسبة للمعاصي والذنوب يبتعد عنها بكل ما امكن، لان هو هناك اساسا الحج حج قلوب يا استاذ. حج حج ايه؟ حج قلوب. سيدنا ابراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل على لسانه: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل ايه؟ أفئدة من الناس، قلوب الناس تحج إلى بيت الله الحرام. احنا بنحج بقلوبنا، فالحج يعني كل القلوب دلوقتي المسلمة الموحدة بالله تتشوق إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام. تمام. طبعا كلنا عارفين إن الحج أسرار، ما هي أسرار الحج؟ سؤال، ما هي أسرار الحج؟ سؤال والله يحتاج إلى حلقات، بل الى لا احنا يعني عايزين ننجز الحلقه وشكت على الانتهاء. سؤال يحتاج الى حلقات. اسرار الحج، هو بيلبس الإحرام صح؟ ما هو الإحرام؟ قطعتان من القماش ليست بالمخيطة، قطعتان من القماش يعني تشبه الكفن، لأن الإنسان جاء إلى الدنيا هذه عريانا ويخرج منها عريانا، هو يتجرد الآن من ملابسه بإرادته، يعني أنا بإرادتي بأخلع الملابس بتاعتي تمام، لكن سبحان الله العظيم في يوم من الأيام سوف تجرد أنت، يعني هتموت وهيخلعوك الملابس، فهو يتجرد الآن ثم يلبس هذا الإحرام ليتذكر الموعد، ويتذكر أنه أتى على
أرض الله عز وجل هذه وعلى ملك الله تبارك وتعالى عريانا، وسوف يخرج منها عريانا، فبذلك يقع الإيمان في قلبه. ثم إن هذا الإحرام مثلا هو أسرار الحج كتير، لو أنت اتكلمت في كل نقطة أنا بقول لحضرتك إن هي أسرار الحج دي طبعا إيه يعني كبيرة جدا. ففي كل نقطة من النقاط مثلا الإحرام أول حاجة، فهو أحرم بقلبه ولبس هذا الإحرام ليتذكر يوم الوعيد، ليتذكر أنه سوف يلبس هذا الشيء يعني مجبرا في يوم من الأيام. ثانيا خلع عنه رداء الكبرياء، رداء اسم الدولة، يعني كل دولة في دول مثلا بتبقى لبسها معين تقول ده فلان ده أو الشخص ده واضح كلهم إنه بيتساووا، كله يتساوى بالظبط أمام أمام الله، الملك، لا فرق بين غني أمام وفقير، الملك لا فرق سبحانه بين وتعالى. لون أو جنس الله أو هوية. نعم، أكبر. اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، أمين يا وارزقنا رب. لذة النظر إلى الكعبة، أمين. نحن أمهاتنا، اللهم ارزقنا حج بيتك ونترك الدنيا كلها وراءنا. في نهاية حلقتنا بنشكر فضيلة الشيخ محمد فهيم، أشكرك ربنا يا يبارك في فندم، كنا حضرتك. سعداء بوجود حضرتك معنا أنا أسعد النهاردة. أشكركم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، وهذا ديننا. والجمال دين السماء.